حسن بطاح فاعل جمعوي وموثق لصور نادرة والقديمة لمدينة سلا. تعطيني الشرف باش نشارك في هذا المهرجان ديال المقامات اللي تتنظمو جمعية أبي رقراق في حلته 11 باش نوضع واحد المعرض لتعريف بالتراث التاريخي ديال مدينة سلا العتيقة. هذا المعرض اللي يمثل واحد مجموعة ديال الصور تتمثل بعض المواقع الأثرية المشهورة في سلا بحال باب الخميس، باب المريصة، باب دار الصنعاء، باب معلقة، بحال السوق كبير، السويقة، سيدي بن عاشر، ومجموعة كبيرة ديال الصور اللي بغينا يشوفوها الشباب باش يعرفوا المواقع اللي تعيشوها دابا كيف كانت قديمة. تتمنى تكون الزيارة مكثفة، وتنتمنى الناس يجيو يشوفوا ويجيبوا الأبناء ديالهم باش يشوفوا هذا المعرض ويعرفوهم على التاريخ القديم ديال سلا المدينة العتيقة، ومرحبا بالجميع.